السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف الحال ديالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذه الحلقة هذه غنخصصها لأفة التوكل. واش ما قلتش مرض التوكل؟ قلت أفة التوكل، لأن هذه الأفة خطيرة، تتهدد أي واحد فينا، صغير كبير على شأنه، قل شأنه، فقير غني. إذا بغى الإنسان يوصل لك غادي يوصل لك. هذه المادة ديال التوكل شنو هي؟ هي واحد المادة خبيثة تدخل الجسم. اولا تكون ماده طبيعيه، يعني من الفضلات ديال الارض، ضفران، فرق جل الحمير، دم العاده الشهريه، ماء ديال الحمام، ماء ديال الميت. ثم تزادوا معه واحد المسائل اخرى، هذه المسائل الاخرى اللي داعي ذكرها، اللي كاينه مع الظالمون، لان يترقبون كل صغيره وكبيره، مش مضره عباد الله، عليهم لعنه الله، او هداهم الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. المهم رجل الكلام السري في الذكر ديال الموضوع ديالنا. هذه المادة ديال التوكل، كاين التوكل تيكون بالجني والتوكل بالجني. غالبا التوكل تيكون بالجني هو التوكل ديال النساء او ديال الرجل، ديال الرجل او دارت امراه على داك السيد وديك المراه. درتو لي فواحد الحريره، درتو لي فواحد القهوه، درتو لي فواحد الحريره، درتو لي فواحد المهم شي شيء من الاشياء. قهوه، درتو لي في ماء، درتو لي في المهم. هو تنقسم لثلاثه، تنقسم الثقيل خفيف وال قلنا ثقيل وقلنا هو تنشق الى اثنين، ثقيل وخفيف، ثم ينقسم الى ثلاث، المطعوم، المشروب، المشموم. المطعوم هو شي حاجه في شي وجبه متكامله تتشبع فيها مزيان سريه، وغالبا ذلك المنتقم او ذلك عدو الله، ذلك الخبيث او تلك الخبيثه تيشوف الوقت اللي تكون فيه التجيعان. لكن واحد الماده ديال التوكل انت ما تتنضغش فيها، بحال الزاج، بحال الحديد المقطع، بحال الاظافير، بحال الشعر ديال الراس ديال النساء، بحال شي مسائل تتبع دوك شي دوك سميتو كاين بعض العطاره كهانه، مع احترامي للعطاره الصادقون في مهنتهم والمتقين الله في مهنتهم. ثم تيستغلق هذيك الفتره وتيدير في هذيك الماده، تعرف انت ما غاتنضغش. هذاك التوكل تيكون بغا ينتقم منك، بغا يقتلك، صافي هذاك بغا يحيدك من قدامه. تشكي شي خطوره في شي اعمال، خطوره في شي بجمال، مال، ابناء، راحه مع الزوج ديالك، ولديك السيده تكون باغا داك الراجل، وخاصها تحيد ديك المراه باش تستغل داك الراجل باش 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 باش, باش, باش يعني باش تستدرجو وتستغلو وتبقى الميدان خاوي ليها بهذا المفهوم هذا. ثم كاين التوكل ديال الجنون، مع الانسان تياكل داك التوكل او تيشرب وتيشمو تيلوح الملابس ديالو، صافي تتسطع، تولي غوات، تولي يقدر ينتحر، تولي يقدر يزيد دراع ما تعرفوش فين زاد، يقدر بزاف ديال المسائل. ثم كاين التوكل ديال تتبغي المرأة تتحكم في الراجل، تخدعو، تولي بحال الضبع بهذا المفهوم هذا. وما مشيش بالكم بعيدا عن هذيك المسائل اللي تتسمعو ديال هذه 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 ديال هذا الضبع هذاك هذاك، لا، حصح هو هذا، وها الحكمة هي هذه. استفد، خذي راسك وجمع راسك. الدنيا راه غابة، كاين الأسد، كاين الذئب، كاين الثعلب، كاين النمر، آخر حشرة أو آخر حيوان في الغابة غادي يأذيك. العقرب انت غادي تدرج اكثر من انت بالنسبه للعقرب، واقع عملاق تاذيك، شوكه تاذيك، شجره في الغابه تاذيك، يعني بهذا المفهوم هذا. هذه فلسفه الحياه، الانسان يتقى الله ويستعن بالله وتوكل على الله وما يكونش ظالم. راه بعض الاحيان الانسان داك الظلم ديالو هو اللي تيلاقيه، حيت الظالمين تيلاقيهم الله مع بعضياتهم، تيتسرحوا منهم العباد. كما تيقول الحديث، اللهم اضرب الحديث، الدعاء الحديث، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرجوا منهم سالمين. والله عز وجل قال لك في الحديث القدسي في الأربعين النووي، الإمام النووي رحمه الله، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا. يعني الظلم راه ظلمات يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم نرجعوا لانواع التوكل، كاين التوكل قلنا الخضوع، الزوج زوجته، الصاحبه، الصاحب اللي صاحب.